بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا وناصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبابنا في الله متابعين الكرام. فائدة اليوم أيها الإخوة الكرام، فائدة مهمة جدا من خواص اسمه تعالى اللطيف. وهذا الاسم أيها الإخوة الكرام هو اسم جليل، عظيم الشأن، عظيم القدر، شهير الذكر. وهذا الاسم أيها الإخوة الكرام قد ظهرت بركته وعمت فضائله، لأنه سريع الإجابة وله سر عظيم وخواص عجيبة في جلب الرزق وقضاء الحوائج وتفريج الكرب ودفع كيد الظالمين وهلاكهم وغير ذلك من الأمور كثير. وقد تكلم بعض العلماء والأولياء على بعض ما يتعلق به، كل منهم على قدر حاله ومقامه وعلو شأنه في هذا العلم، ولكنهم كلهم أجمعوا أن هذا الاسم الشريف سريع الإجابة، وأنه لا تقوم من مقامك حتى يفرج الله كربتك ويقضي حاجتك في أسرع وقت قبل أن تقوم من مقامك. وسأذكر لكم شيئا من ذلك بإذن الله تعالى. وهذا التصريف الذي سأذكره في هذه الحلقة هو من المجربات القاطعة السريعة لتفريج جميع الكروب، وإذا أردته لاستعماله أن تستعمله لتفريج الكرب والهم والغم وتيسير الرزق وقضاء الحاجة وكل ما تريده، فاذكره بعد صلاة الصبح بهذه الكيفية التي سأضعها لكم بعدده 129 مرة، وتقرأ بعده هذا الدعاء المبارك، وهو زجر له، زجر هذا الاسم الشريف، ودعوة مباركة مستجابة وقطعية واستغاثة عظيمة لتفريج الكروب وقضاء الحوائج وجلب الرزق وكل ما يخطر ببالك من الأغراض وكل ما تحتاج إليه، وتقضى حاجتك في أسرع وقت. وهنا لا تحتاج إلا اليقين التام واليقين الكبير والنية الصادقة، فترى الإجابة إن شاء الله في أسرع وقت ممكن إن شاء الله تعالى. وهذه هي الكيفية للدعاء باسمه تعالى اللطيف، وهي لتسخير كما ذكرت لكم، لتسخير كل شيء بإذن الله تعالى وقضاء كل حاجة كما ذكرت لكم. وهو أن تصلي الصبح ثم تجلس في مكانك وتقرأ الفاتحة الشريفة، الفاتحة الشريفة مرة واحدة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، صلاة ثم صلاة الفاتح مرة واحدة، وهي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. تقرأها مرة واحدة ثم تبدأ في ذكر اسم الله تعالى اللطيف بياء النداء، يا لطيف يا لطيف، 129 مرة، 129 مرة. ثم هذا الدعاء الذي سأذكره لكم تقرأه بعد هذا العدد، وهو أن تقول بسمي
الله الرحمن الرحيم، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. تقرأ هذه الآية 7 مرات ثم تقول: اللهم يا مسخر السماوات والأراضين ومن فيهن ومن عليهن، سخر لي كل شيء من عبادك مما في برك وبحرك يا رب العالمين، حتى لا يكون في الكون شيء متحرك أو ساكن صامت أو ناطق ظاهر أو باطن إلا سخرته لي ويكون طوع أمري ببركة اسمك اللطيف المكنون. يا الله، يا حي، يا قيوم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إلهي، جودك دلني عليك، وإحسانك قربني إليك. أشكو إليك ما لا يخفى عليك، إذ علمك بحالي يغني عن سؤالي. يا مفرجا كرب كل مكروب ومنجيه، فرج عني كربتي فرج عني كربتي وما أنا فيه. يا من ليس بغائب فأنتظره، ولا بنائم
فأوقظه فأوقظه ولا بغافل فأنبهه ولا بناس فأذكره ولا بعاجز ولا بعاجز فأمهله يا عالما بالجملة يا عالما بالجملة وغنيا وغنيا عن التفصيل وغنيا عن التفصيل يا سامعا للقيل والقال يا سامعا للقيل والقال كفى علمك عن المقال وانقطع الرجاء وانقطع الرجاء إلا منك يا متعال وانقطع الرجاء إلا منك يا متعال وخابت الآمال وخابت الآمال إلا فيك يا ذا الجلال وخابت الآمال إلا فيك يا ذا الجلال وانسدت الطرق إلا إليك يا مفضال يا مفضال يا الله يا سميع يا قريب يا بصير يا مجيب اغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين ويسر لي رزقي وسخر لي جميع خلقك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اعلموا أيها الإخوان أن هذه الاستغاثة تنفع إن شاء الله تعالى للمكروبين والمهمومين والخائفين من كل حاكمين ومن كل ظالمين وغيره من الجبابرة، فمن أراد ذلك فليقرأها كما ذكرنا بشروطها، وهي النية واستحضار القلب والقطع بالإجابة، فإنه يستجاب لك في الوقت والحين بإذن الله تعالى، لأنها دعوة الصالحين والأولياء والعارفين.
وهي سر من أسرار الله تعالى، فاستعملوها أيها الإخوة الكرام بنية قاطعة، فإن الله سبحانه وتعالى عسى أن يرحمكم ويرحمنا معكم ويستجيب دعاءنا ودعاءكم ويفرج كروبكم بإذن الله تعالى. وسأعيد قراءتها عليكم للاستفادة أيها الإخوة الكرام وللتوضيح. تقرأ الفاتحة مرة بعد صلاة الصبح، وصلاة الفاتح الماء أغلق إن أمكنك أو بأي صيغة أخرى، وتذكر اسمه تعالى يا لطيف 129 مرة، ثم تقرأ هذا الدعاء وبعده تدعو بما تريد، ولو كان ذلك بالنية يكفي، لكن إذا كان أمرا يهمك فأدعو بعد هذا الدعاء، وهو أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، 7 مرات هذه الآية الكريمة. ثم اللهم يا مسخر السماوات والأراضين ومن فيهن ومن عليهن، سخر لي كل شيء من عبادك مما في برك وبحرك يا رب العالمين، حتى لا يكون في الكون شيء متحرك أو ساكن، صامت أو ناطق، ظاهر أو باطن، إلا سخرته لي ويكون طوع أمري ببركة اسمك اللطيف المكنون. يا الله يا حي يا قيوم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إلهي جودك دلني عليك وإحسانك قربني إليك، أشكو إليك ما لا يخفى عليك، إذ علمك بحالي يغني عن سؤالي، يا مفرجا كرب كل مكروب ومنجيه، فرج عني كربتي وما أنا فيه، يا من ليس بغائب فأنتظره، ولا بنائم فأوقظه، ولا بغافل فأنبهه، ولا بناس فأذكره، ولا بعاجز فأمهله، يا عالما بالجملة وغنيا عن التفصيل، يا سامعا للقيل والقال، كفى علمك عن المقال، وانقطع الرجاء إلا منك يا متعال، وخابت الآمال إلا فيك يا ذا الجلال، وانسدت الطرق إلا إليك يا مفضال، يا الله يا سميع يا قريب، يا بصير يا مجيب، اغفر لي وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، ويسر لي رزقي، وسخر لي جميع خلقك، إنك على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.